اتوقع منتخب السنغال يكسب 2-1 على الرغم من خسارته في ماتش المجموعات، ولكن شايف ان الضغط هيبقى اكبر على منتخب الجزائر، شايف ان المجهود البدني هيبقى قليل شويه. السنغال هتكسب اعتقد. منتخب الجزائر هو الاحق بالفوز في الماتش بكره، لان هو اكثر فريق ملتزم طول البطوله. اتوقع ان منتخب الجزائر هو هيحسم لقب البطوله قدام السنغال. شايف ان المنتخبين كانوا اقوى فرقتين في البطوله كلها، بس منتخب الجزائر بيتفوق على السنغال ان هو فريق كامل. السنغال منتخب قوي وكل حاجه، بس منتخب مش كامل. مباراه الجزائر والسنغال مباراه صعبه جدا، صعب التكهن بنتيجتها، بس بنسبه كبيره الكفه تميل اكتر للجزائر. الجزائر عندها طموح ان هي ترجع تفوز باللقب الثاني لها، لان هي اخر مره فازت اللقب كان في ارضها كانت 1990 تقريبا، فهي محتاجه اللقب عشان الجمهور. طبعا نهائي كاس الامم الافريقيه في مصر بين الجزائر والسنغال دي حاجه ما كناش نتمناها قبل بدايه البطوله، ولكن اصبح امر واقع بعدم وجود منتخب مصر. الفرقتين هم احسن فرقتين في البطوله لحد دلوقتي او لحد نهايه البطوله، هم احسن فريقين. يمكن السنغال تتفوق شويه بسبب وجود ان عندها لاعب زي كوليبالي في الدفاع، ولكنه للاسف مش هيلعب. عندها لاعب زي ادريسا جايي في خط الوسط، ولكن في المقابل الناحيه الثانيه الجزائر كمان عندها عدلان كاديورا، هو من احسن لاعبي خط الوسط الدفاعيين، يعني مش هكون مبالغ لو قلت في العالم هو ادريسا جايي. خلينا نتفق في البدايه ان احنا ما كناش نتمنى ابدا ان احنا نتكلم عن نهائي كاس امم افريقيا في استاد القاهره بعدم وجود المنتخب المصري طرف في النهائي. بس خلينا لو هنتكلم عن الماتش بقى السنغال والجزائر، فكل المؤشرات بتقول ان الجزائر هي الفريق الطرف الاقوى، الطرف اللي عنده الروح، اللي عنده الرغبه ان هو يحقق البطوله بعد غياب من سنه 1990. عندهم جيل يعتبر اقوى جيل في البطوله، يعتبر من اقوى الاجيال اللي جت في الجزائر، يعتبر اقوى منتخب بيأدي دلوقتي في البطوله. وغياب المدافع كاليدو كوليبالي عن السنغال هيدي قوه اكبر للمنتخب الجزائري ان هو يحقق البطوله، فباذن الله نتمنى ان الجزائر هي اللي تفوز باللقب الثاني ليها ان شاء الله. انا اتوقع ان شاء الله ان الجزائر هيكون ليها الافضليه في هذه المباراه. الجزائر مقدمه بطوله عظيمه جدا، الجزائر واحده من افضل المنتخبات في البطوله، بينت من الاول ان هي المرشح الاول للفوز به كان 2019. عندها فريق متكامل، عندها مدرب رائع جدا هو جمال بالماضي، عندها كمان الروح والحماس والشغف للفوز بهذه البطوله للمره الثانيه في تاريخها بعد بطوله 90 وجيل عظيم جدا. قدامنا دلوقتي للجزائر جيل رائع جدا في مجموعه عظيمه من اللعيبه، ان شاء الله الجزائر يكون ليها الافضليه، عشان كمان الجزائر قدامها المنتخب السنغالي المنتخب القوي جدا اللي كان متوقع جدا انه يكون طرف في المباراه النهائيه من اول البطوله. عنده غيابات خطيره جدا، اهمها طبعا غياب كلاديو كولوبالي مدافع نابولي الايطالي المدافع الصلب جدا. اعتقد الجزائر هتستفيد جدا من هذا الامر بكره ان شاء الله. البطوله الجزائريه ان شاء الله نحتفل مع الجزائر بكره، ان شاء الله الجزائر ترفع الكاس على ارض مصر ونبقى فرحانين معاهم لنهايه اليوم.